قل لي شو صار معكم مع جريس؟ والله حكيت معها قالت لي بدي اجي لعندك نهار العيد وبدي عايدك. ايه قديش بتعايدك اذا الله راد؟ بدها تعايد لي شي 200 دولار او 100 دولار، بدها تجيب لي ساعة وبدها تجيب لي من هاي اللعبة اللي بيلعبوا فيها. شو هي؟ هيدي بيقولوا لها فاي سبورت. شو؟ هاي اللعبة فاي سبورت، ما بعرف شو اسمها نسيت. اوكي. ايه قالت لي بدي اجي عايدك وجايب لك ساعة وقلم وجايبت لي طعم. ان شاء الله يكون قلم فخمة. قلم بيك مجنن. ولو فخم. حبر بيك جخم تعلقه هون. أه. يا سلام. وإله ساعة بس تمشي الساعة بصير تعير لك ساعة يعني صير بصيرنا نفطر. بس مش كتير هيك. لازم يكون جابت لك شيء هدية. جابت لي هدية فرجي. كيفك انت؟ الحمد لله، لازم يكون جابت لك شيء هدية مش قالت لك عنها مثلا. هي التنات تنطرني على المفرق قال جاي لعندي على العيد. قالت لي والله بعملها وبجيب. قلت لها جيب اولادك معك. قلت لها كيف اولادك؟ قالت لي الحمد لله الله يخلي لك. قلت لي الله يحفظك. ايه وبدت بدها تيجي لعندي. قلت لها يا عمي لانه في شغل لعندي. قال هلا عم تعمل برنامج مع طيب عائلتي. وشو من شان الاولاد بدك تربيهم انت؟ شو لك يعني سمعتوا لي يا بابا؟ ايه منيحه هاي. طب بزوز بس بزوز اذا بدك تربي اولاد بصير بعدين بدك تجيب لهم هدايا وبدهم مصاري بعطيهم انا بعطيهم لو بيطلبوا 1000 لو بيطلبوا 10000 لو بيطلبوا 5000 بدي اعطيهم بدي اعيشهم. ايه بدي اعيشي وبدي البسهم احلى تلبيس وبدي اعلمهم احسن علم وبدي اجيب لي اللي بدي اياه. طيب شو رايك؟ هيك منيح والله طالع منك جريس لك يعني. والله جريس بتجنن زلعان على جريس. رحت تليفون جاوبتني وين؟ عند علي مجيد عنده تليفون. قلت له الو مين جريس كيف صحتك انا مشتاق لك والله حبيب قلبي. قال لي والله بدي انزل اعمل بحل يبلشوا يعملوا برامج مع علي الديب لانه بعد رمضان بدهم يبلشوا. اوكي مزبوط. هلا لوين رايح؟